أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين ينقرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا فقنا عذاب النار. إن في خلق السماء الذين ينكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم
فاندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. یہ تھے حضرت مولانا قاری محمد شہزاد صاحب کفلیتوی جو آپ تمام حضرات کے روبرو اپنی رسیلی آواز میں کلام اللہ کی تلاوت پیش فرما رہے تھے. میں قاری صاحب کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے شعر یاد آتا ہے، صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر دراز فرمائے اور ان کی خدمات کو ان کی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب جامعہ انعام العلوم درے گاؤں میں مدرس بھی ہیں.